بين مولودية الجزائر ونادي جولة استهلها المتصدر مولودية الجزائر باستضافة الملاحق أولمبي أقبو في مباراة احتضنها ملعب الخامس جويليا وانتهت كما بدأت بالتعادل السلبي لا غالب ولا مغلوب. تعثر استغله النادي الرياضي القسنطيني أحسن استغلال بتغلبه على ضيفه وفاق الصيف بهدفين لهدف معتليا صدارة الترتيب باثنتي عشرة نقطة مناصفة مع المولودية وبأفضلية الأهداف المسجلة. فيما لم يستغل اتحاد الجزائر الفرصة للانفراد بالصدارة مكتفيا بنقطة التعادل من الشلف لتكون الصدارة ثلاثية. فيما عاد شبيبة القبائل إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بهدف والتر بواليا في شباك اتحاد خنشلة رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس متبوعا بمولودية وهران العائد بنقطة التعادل من ملعب الخامس جويليا أمام أتلتيك بارادو صاحب المركز ما قبل الأخير. أما دربي الجنوب الغربي فحسمه شبيبة الثورة في الدقائق الأخيرة بهدف ريان أقاسم في شباك مولودية البيض. من جانبه نجم مقرى حقق أول فوز له بهدف عادل جعبوط أمام شباب الوزداد الذي يواصل التقهقر متراجعا إلى المركز الأخير ب4 نقاط. فيما ختم ترجي مستغانم مباريات الجولة بتحقيقه الفوز الثاني له منذ بداية الموسم بهدف دون رد أمام اتحاد بسكرة. جولة تمخذت عن صدارة ثلاثية بين السياسي المولودية والاتحاد مقابل تغير طفيف في أسفل الترتيب يتذيله شباب الوزداد الذي لا يزال يعاني منذ بداية الموسم.